قد تكون فكرة امتلاك مثل هذه الطبول صعبة جداً لعدم توفر المساحة الكافية لوضعها أو حتى الخوف من إزعاج الجيران، ولكن مع هذه التقنية الجديدة التي طورها مخترعان بريطانيان يستطيع هواة الطبول ممارسة هواياتهم بحرية تامة. تعمل تقنية إيرودرمز من خلال وضع كاميرا عالية السرعة تقوم بإرسال ضوء مرئي، وتكمن الفكرة بانعكاس الضوء إلى الكاميرا عن طريق الطبل وأجهزة الاستشعار التي توضع على القدمين، وتحدد قوة الصوت وفقاً لحركتهم. الجهاز حساس للغاية تجاه السرعة، فإذا قرعت الهواء بهدوء ستحصل على أصوات هادئة، وإذا قرعتها بقوة ستحصل على صوت قوي. استغرق الأمر الكثير من البحث للحصول على هذه النتيجة. التقنية تبدو متكاملة عند استخدامها في الداخل، إلا أن هناك صعوبة في استخدام هذه التقنية في الأماكن الخارجية بدقة عالية. أراد مخترعو هذه التقنية تزويدها بإكسسوارات مختلفة كقفازات لليد ونظارات يستطيع الشخص رؤية الطبلة الافتراضية من خلالها، إلا أنهم تراجعوا عن هذه الفكرة لأسباب تتعلق بديمومة هذا الابتكار. لم نريد أن تكون تقنية إيرودروم آلة قصيرة العمر ومن ثم ينسى أمرها، ولكن نريد أن تكون آلة موسيقية دائما. ولا تختلف هذه التقنية كثيراً عن الطبلة الحقيقية بمجرد التعود عليها، ومن الممكن أن تستخدم كأداة للترفيه بالنسبة للهواة وللتمرين بالنسبة للمحترفين.